الله يعطيك العافية. كيف أحوال الصيد اليوم؟ ماشي الأحوال اليوم تعبانة شوي. أشوف صيد ماشي في السوق. قليل. هذا نصيب اليوم. وش من الخيرات موجودة معاك؟ عندي ييدر وصال. ييدر وصال. مقطع. ييدر مقطع وصال بالكيلو بالكيلو نبيع ريالين. لكن هم تابعينه 3 كيلو بخمسة. هذا وش؟ وصال. صال 3 كيلو بخمسة. والجيدر الجيدر هو البيع 3 الكيلو الكيلو هنا نعم مقطع، لكن اذا حد يجي من طرف وقت ريالين ونص والامور طيبه. عطى الجميع، عطى الجميع من طرف كان من طرف. كم ولا يهم، يستاهلوا يستاهلوا. يعطيكم العافيه. وهذا احوال سوق الولي. يعني السوق الاسماء السمك اليوم قليله، ما لنا كثيره. هذا اللي صورناه على كلام الشمي الكوس. يعطيك العافية، يعطيك العافية حبيبي، الله يحفظك. وجينا اليوم صوب العم عبد الله، ربي يحفظه ومدله الصحة والعافية وطولة العمر. العم عبد الله عنده البسيس المحلي وعنده الليمون ما شاء الله. العم عبد الله السلام عليك أبوي، طيب إن شاء الله، الله يحفظك ومدلك طولة العمر والصحة يا رب. حياك العم عبد الله، حياك الله، يطول في عمرك يا رب العالمين. هذه الخيرات معاك موجودة ما شاء الله، عسى الله يوفقك العم عبد الله. جماعة الخير، بغيتوا البسيس المحلي، بغيتوا الليمون، والريال جالس أمام سوق السمك بتحصلوا، وربي يسعده ويحفظه ويوفقه، وقولوا آمين. حياك عم عبد الله ما شاء الله. صيد تواصل، صيد جايو ما شاء الله. جايو اليوم، جايو موجودة لله خاطر في الجايو يا الربع. وهذه صيمة، وش ذي صيمة؟ جماعة الخير، بغيت الجايو صيمة مع أخونا أحمد. يعطيك العافية أحمد. بالحبة بالكيلو وش ذي؟ حبتين بريال. حبة وش به؟ حبة وش به؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. والصيمة الكيلو بريال، وعسى الله يوفق الجميع. آمين. وقول آمين. آمين. وجينا صوب العضيد، هي العضيد، مرحبا بالعضيد ما شاء الله. العضيد عنده قاشع، عنده قاشع يا الربع. هذا القاشع، هذا القاشع عند العضيد. حياكم الله، يا مرحبا بكم، يا هلا وسهلا بكم. بغيت القاشع هذا الموجود، وهذا حنطة بعد موجودة، حنطة ما شاء الله، وهذه حنطة بعد مدقوقة. عضيد الله حيه، المرحب الساعة. خالد بن محمد بن أحمد المعمري، يعطيك العافية. أمين وياك. لقب العائلة ما يبتو. يعطيك يا مرحبا. شاي الصدفة، يقول لك الصدفة ولا الوعد. لا تراباني إذا أنا راف المال، المال هنا راف عطيك تربي الرحمن. يا سلام، شكل اليوم في السمك. ها شكل يومي صور للمتابعين شوي. بالعكس على فكرة، السوق هو من أنشط الأسواق الصباحية، خاصة الأسماك، الخضار، الفواكه. أيضا الأجمل ودائما أقولها، إن أبناء البلد هم اللي يعملون. الله يبارك، هذه نعمة وفضل من الله عز وجل. نعم. وحنا دكتور عبد الله أسباب على هذا. أكيد طبعا. كلنا أسباب. الحمد لله. لكن المرزق الله سبحانه وتعالى. تحية لك حبيبي والمتابعين الكرام، الله يسلمك. دائما نلتقي أنا وأخوك علي. أي نعم. وطر السلام وياك. حبيبي يبلغ يبلغ السلام دائما. أي والله. يعطيك العافية. الله يسلمك. حبيبي 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 حبيبي.